أهلا بحييكم باسم الرب يسوع، سلام ونعمة المسيح مع جميعكم. مازال حديثنا في موضوع الروح القدس، والسؤال اليوم: ماذا حدث للكنيسة عندما امتلأت من الروح؟ رح أتكلم عن أربع أمور ميزت الكنيسة الأولى وجعلتها كنيسة مميزة انتشرت في كل أنحاء العالم. خلينا ننتبه نرجع مرة تانية إنه الكنيسة ولدت في يوم 50، حل الروح القدس على التلاميذ لما كانوا في العلية كانوا بيصلوا، وانسكب الروح القدس، حل الروح القدس على التلاميذ. مكتوب أيضا: وامتلأ الجميع من الروح، من الروح القدس. في هاي اللحظة ولدت الكنيسة وابتدأ عصر الكنيسة. تغيرت حياة التلاميذ تغييرا جذريا، وغيرت العالم معهم بهذا التغيير بقوة الروح القدس. آمنوا بعمل الروح القدس وشهدوا بقوة الروح القدس، امتلأوا من الروح القدس، وفعلا حياتهم أصبحت مميزة اللي بتعكس جمال صفات وطبيعة الرب يسوع المسيح. ماذا حدث للكنيسة الأولى في هذا التاريخ؟ أول شيء أحبائي، كانت الكنيسة تشهد عن قيامة يسوع المسيح. كل الإنجيل، يعني إنجيل متى، مرقس، لوقا، يوحنا، البشائر الأربعة، الإنجيل المقدس محورها والتركيز رسالتها هو على رسالة الفداء، صلب وموت وقيامة يسوع المسيح. لكن ركزت الكنيسة الأولى على قيامة يسوع المسيح، فالقيامة من الأموات أعطت مصداقية للتلاميذ إنه يشهدوا ويتكلموا بكل جرأة، بكل جهارة عن قيامة يسوع المسيح. خلي بالك إنه المسيح ظهر للتلاميذ لمدة 40 يوم، وكان بفرج نفسه ببراهين حية، مما أكد على شرعية ومصداقية وإرسالية وتصريحات المسيح أنه فعلا الطريق والحق والحياة، أنه فعلا القيامة والحياة، إذ قام من الأموات وظهر للتلاميذ. لكن حتى بعد القيامة لمدة 40 يوم كان البعض يشك، والبعض كان عنده عدم إيمان، وكان عنده قساوة. الامتلاء من الروح القدس بدد كل المخاوف، بدد كل الشكوك، بدد كل الأسئلة، يعني وعلامات الاستفهام في حياتهم. فكانت الكنيسة الأولى تشهد عن قيامة يسوع المسيح. برجع بكرر إنه ما كانت تتكلم عن ميلاد المسيح العذراوي، ولا حياته المعجزية الخارقة، ولا تعاليمه، طبعا حياته الأخلاقية التي تعتبر معجزة، ولا معجزاته الخارقة، ولا تعاليمه المتميزة الفريدة. ركزت الكنيسة الأولى على قيامة يسوع المسيح. المسيح حي، واعطانا الرجاء المبارك أننا سنقوم معه في يوم من الأيام. وهي الرسالة اللي غيرت العالم القديم، هي رسالة القيامة من الأموات. شافوه بأم عيونهم، وشهود كثيرون، والروح القدس أعطى هذه القوة والدافع والمحبة إنه يكرزوا برسالة القيامة. شيء تاني اللي بميز الكنيسة الأولى، كانت تمارس الوحدة الحقيقية. كانوا مجتمعين بنفس واحدة، والروح القدس هو روح المحبة، روح الوحدة أيضا. وحد الكنيسة الأولى، كانوا صوت واحد، كانوا رسالة واحدة، لم يكفر أحدهم الآخر، ولم يغتالوا أحدهم الآخر، بل بكل محبة وبكل سرور ذهبوا إلى العالم. ومعظم التلاميذ ماتوا واستشهدوا وقتلوا من أجل رسالة المسيح،
طبعا باستثناء يوحنا الحبيب، لكنه برضو نفي إلى جزيرة بطرس. وتخريخ الكنيسة بعلمنا أن يوحنا واجه أشد العذابات. كل التلاميذ وكل الرسل وما بعد الرسل ومعظم الكنيسة الأولى كلها أو معظمها استشهدت من أجل رسالة يسوع المسيح. اللي ميز الكنيسة الأولى حياة الوحدة، فكان واحد يعني يقدم الشخص الآخر بالكرامة وبالمحبة، لم يكفر أحدهم الآخر، ولم يعني كان عندهم، مع أنه قبل القيامة كان عندهم روح الخصام، واحد بده يكون عن يمين يسوع وواحد عن يسار يسوع، وكانوا بيطلبوا أنه طبعا يكونوا الأعظم في ملكوت الله. لما امتلأوا من الروح القدس، امتلأوا تواضع، امتلأوا محبة، امتلأوا تضحية فناء، بحيث أنه الكنيسة الأولى اللي ميزها هي الوحدة، الوحدة اللي وصلت إلى كل العالم بخلال أو بفترة أقل من 25 سنة، بالمحبة، بالسلام، بالغفران، بالتسامح، أيضا بالوحدة المسيحية. شيء ثالث أحبائي اللي بتمارس، اللي بتميز حياة الكنيسة الأولى عندما امتلأت من الروح القدس، كانت بتشارك رسالة الملكوت. هذا الملكوت ليس رسالة سياسية باسم الدين، إنه يروحوا يحملوا السيف، يحتلوا أراضي، يجمعوا جيوش، يكنزوا كنوز، يستجمعوا الخيل والقوة والنساء وكل هذه الأمور. الملكوت الجديد ليس أكل وليس شرب وليس غنائم، محبة، وقدموا أنفسهم أولا بتضحية. إن هذا الملكوت الجديد ابتدأ يسوع بعد القيامة، قبل صعوده إلى السماء، كان بيتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، أي سيادة الله، حكم الله. لدرجة في آية 6 في الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل، سأل التلاميذ يسوع: متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب وقال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وإلى أقصى الأرض. هذا الملكوت الجديد اللي تكلم عنه يسوع، إن ملكوت الله داخلكم، إن هذا الملكوت الذي يبتدئ ببذرة صغيرة عندما نتوج الرب يسوع المسيح رب وملك شخصي على حياتنا. ويوم من الأيام كما يقول كتاب صارت ممالك العالم للرب ومسيحه. فإذا هذا الملكوت الجديد مش جيش عم بحارب وعم بيحتل وعم بياخذ غنائم وأموال ونساء. هذا الملكوت الجديد هو ملكوت المحبة. هذا الملكوت الجديد عندما قال المسيح: العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون. إن ملكوت الله يعني تبرهن بآيات وعجائب أمام الجميع، فشافوا عمل الله، امتداد هذا الملكوت الجديد اللي توجت المسيح رب وملك على حياتنا. وما زال هذا الملكوت يمتد في كل أنحاء العالم، مش ملكوت سياسي مغلف بالدين. من أجل هذا ليه جماعة المسيحيين أكثر جماعة مضطهدة اليوم في العالم؟ بسبب إيمانها بالرب يسوع المسيح، لأنه النور بيفضح الظلمة، لأنه أحباء رسالة المسيح بتفضح كل ممالك العالم سياسيا ودينيا. من أجل هذا جماعة المسيح سواء في الغرب أولا وفي الشرق، إنها تواجه أشد الاضطهادات، الاضطهاد الفكري والاضطهاد الجسدي وكل أنواع التمييز العنصري ضد المسيحيين، ليس لأي سبب سوى إنه تابع ليسوع المسيح. فالكنيسة الأولى شاركت وامتد هذا الملكوت الجديد. تعرفوا آخر كلمات في سفر أعمال الرسل، بولس الرسول كان موجود في السجن، أعمال 28 آية 31 مكتوب عن بولس: كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر
الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة، هو يعني في سجن، بكل مجاهرة بلا مانع. هذا الملكوت أحبائي عندما تمتلئ من الروح القدس بتوسع دائرة خدمتك من أورشليم إلى أقصى الأرض. إن هذا الامتلاء فعلا بقودك إلى أبعاد، إلى أمور غير محدودة، بوسع دائرة خدمتك. الامتلاء من الروح القدس أحبائي جعل الكنيسة الأولى من أناس عاديون إلى أناس حياتهم تميزت بالخوارق، بالأمور الخارقة. كانوا يعملون أمور غير معتادة، أمور خارقة بسبب الامتلاء من الروح القدس. وأخيرا أحباء، الشيء الرابع اللي بتميز الكنيسة الممتلئة من الروح القدس ولا سيما الكنيسة الأولى، كانت تتميز بقوة الصلاة المغيرة. في الإصحاح الأول صلت الكنيسة، في الإصحاح الثاني عندما صلت امتلأ الجميع من الروح القدس. في إصحاح 4 رغم الاضطهاد مكتوب ولما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة، أعمال الرسل إصحاح 4. صلت الكنيسة لبطرس، انفتحت، جاء ملاك وفتح أبواب السجن، حتى يعني عمل أمور خارقة. ولما بولس وسيلة في أعمال 16 كانوا موجودين في السجن سبحوا وصلوا، مكتوب أحبائي حدثت بغتة، زلزلة عظيمة، حتى تزعزعت أساسات السجن وانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع وانتشرت الرسالة. إنها صلاة الزلازل وليست صلاة المهازل. فالكنيسة الأولى كانت كنيسة مصلية، كانت كنيسة موحدة، كانت كنيسة شاهدة وكارزة بملكوت الله. إن هذه الكنيسة أحبائي شهدت عن قيامة يسوع. كل الأنبياء ماتوا وما زالوا أموات، لكن المسيح حي، قام من الأموات وهزم الموت، حتى أنت وأنا ننال الحياة الأبدية ورجاء الحياة الأبدية ورجاء القيامة. كل ما عليك تقول له يا رب ارحمني، وأنا اليوم عاوز أدخل في شعبك، في ملكوتك الجديد، وأكون مؤمن بالمسيح. يا رب أنا بدعوك اليوم حتى تكون مخلص شخصي على حياتي، واليوم أنا بتوجك تكون الرب على حياتي، وهنا يبتدئ الملكوت الجديد. الرب رح يساعدك وتشوف أمور عظيمة من خلال عمل الروح القدس. بحب أسمع منك، شارك هذا الفيديو، وإذا عندك أي سؤال من فضلك تواصل معنا. الرب يباركك.